السلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. غادي نبدا معكم ان شاء الله بتحضير الحلويات ديال العيد. فان شاء الله غنبداو اليوم بصابلي بريستيج اللي كيجي بالحشوة ديال الكراميل والكركاع. كيجي من ألذ واروع ما يكون، بواحد العجين اللي كيجي يرطب وهشيش فوق ما كتخيلوا، وكذلك ما كيتغيرش نهائيا الشكل ديالو ملي تندخلوه للفران. فغادي نعطيكم عجين اللي كتكون ناجحه مليون بالمئه. فكنتمنى لك انت اول مره كتشاهدوا لا فيديو او كتزوروا القناه نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبدأ بالمكونات والطريقه فتابعوا معايا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، اول حاجه اللي هي العجين باش غادي نحضروها ونخليوها ترتاح. فعندي هنايا 250 غرام ديال الزبده تكون بطبيعه الحال نوعيه جيده، حتى ولو كان عندنا غير المارغرين ماشي مشكل ممكن نستعملوها حتى هي، لكن بالزبده اللي كتكون خاصه بالاكل كتجي كيجي صابلي بنين ومذاق زوين. فغادي نحتاج كذلك رشه من الملح، كاس ديال الزيت، 175 غرام ديال السكر سنيده، جوج بيضات، قليل من النكهه ديال الفاني، ممكن تستعملوا اي نكهه حبيتو، لكن بما انه غادي نديروا واحد الحشوه بالنكهه ديال الكراميل فمن الافضل اننا نستعملوا فقط الفانيليا. وعندي الدقيق حسب الخليط، عندي هنايا 800 غرام، وغادي نشوفوا على حسب النوعيه ديال الدقيق كاين اللي كيتشرب اكثر وكاين اللي كيتشرب قل. فهذو هما المكونات كيف شفتوا راهم بسيط جدا. فاول حاجه غادي نقوم بها وهي غادي نخدم الزبده مع السكر، والزبده من الافضل من الافضل تكون بحراره المطبخ باش كتسهل علينا الخدمه ديالها. غادي نخدم هاد الزبده مع السكر حتى كنحصلوا على شكل بوماد على هاد الشكل هكا، ثم نضيف الزيت. دائما مع التحرك ونضيف نكهة الفانيليا. وغادي نبدا كنضيف البيض وحده بوحده، كنضيف البيضه الاولى ونخلط حتى كتنسجم، وعاد نضيف البيضه الثانيه. ثم غنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع الخليط، نخلي غير واحد شويه. ودائما العجينه صابلي راه ما كتهجنش، يعني نحاولوا غير نجمعوها. هاد العجينه البنات راه هي الاغلبيه اللي كنخدم بيها، كتجي ناجحه مليون بالمئه، ما كيتغيرش الحجم ديال الصابلي ملي كندخلوه الفران كيبقى كيف ما هو. ها هي بدات كتجمع لنا العجين، دابا غنضيف غير كميه بسيطه ونبدا كنجمع حتى كنلمو العجين مزيان. ودائما باش نعرفوا بانه العجين ما تلاش مازال واخد او لا محتاج للدقيق، كنتيستيو باليد اللي ما خدمناش بها، يعني مثلا هاد اليد اللي كنكونو خدمنا بها كنتيستيو باليد الثانيه هي اللي كتعطينا العبار واش كافي ولا نزيدو مازال. لكن بان ليا غادي يكون كافي هاد الكميه اللي درت ديال الدقيق. صافي هانتوما كيف كتشوفوا ها هي العجين ديالنا صبحت جاهزه. فكتاخد لينا تقريبا واحد 750 غرام بحال هكذاك، هذه هي الكميه اللي بقات عندي.
فغادي نوضع العجين في بلاستيك غذائي وندخلوه الثلاجة، يا اما يبات ليلة كاملة اولا نخليوه فقط واحد الساعة ولا ساعتين حتى كتعاود تماسك هذاك الزبدة باش كتعطينا الطعم نخدمو هاد الصابلي على خاطرنا. اذا بعد ما كتطحن العجين في الثلاجة، فعندي هنايا ورق ديال الطهي، كنرشو واحد شوية ديال الدقيق ماشي بزاف غير باش يسهل علينا اننا نطلقوها، وغادي نبدا كنطلق العجين. تكون شويه رقيقه لانه غادي نوضعوا وحده فوق وحده، فنحاولوا ما تكونش غليظه. صافي غادي نسرحها كلها مزيان وتكون العبار واحد، يعني كل جهه تكون نفس الجهه الثانيه، يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه. صافي من بعد ما كنطلقها كنتحصل على العجين بحال هكذا. كيف قلت لكم خصها تكون شويه رقيقه، كناخذ واحد الطابع دائري، اي طابع عندكم بغيتوا تخدموا به تخدموا به، ماشي ضروري يكون دائري او مربع او اي حاجه، كيف قلت لكم تكون عندكم في الدار خدموا بها. فغادي نقطع صابلي ديالي على هذا الشكل، صافي غادي نوضعو في الطاوة ديال الفران. هنا الصابلي على هاد الشكل، ونصطفو كيف قلت لكم في الطاوة ديال الفران، والفران شعلتو تيسخن على درجة حرارة متوسطة منتعداوش 150 درجة، باش هكذا صابلي كيطيب على خاطرو وكيجينا مذهب ومقرمش، يعني ما يجيش هذيك العافيه ديال الفران ما خصهاش تحمرو بسرعه وما يجيناش مقرمش. صافي هانتوما كيف كتشوفوا، من بعد ما كملت الطاوه الاولى غادي ندخلها للفران، وهكذا غادي نستمر حتى كنكمل العجين اللي عندي كامل ونعاود نطلقه ان شاء الله. وكنهرمشو على هذا الشكل، كيكون شويه ما بين يعني ما بين رقيق ما بين غليظ، ما يكونش عاوتاني مطحون بحال اللوز بودغ وما يكونش غليظ بزاف. غادي نضيف ليه واحد شويه ديال الروح ديال الكراميل، غير واحد باش نقول لكم راس ديال المعلقه ماشي بزاف على هذا الشكل بحال هكذا، باش ما تجيناش داك النكهه مجهده وما يعطيناش الحراره. وغادي نضيف كميه من نيسلي كراميل باش نجمعوا هاد العقده اللي غادي نلصقوا بها الصابلي ديالنا. فغادي نحاول انني نخلطهم بجوج بهم بعضياتهم حتى كنتحصل على شكل عقدة. ممكن استعملوا حتى نسلي او الحليب المركز المحلى العادي الا ما كناش كنتوفروا على هذا ديال الكراميل، او ممكن ناخذوا هذيك العلبة ديال الحليب المركز ونوضعوها في طنجرة الدغد لمدة ديال 45 دقيقة باش كنتحصلوا على كراميل على هذا الشكل. فمن بعد ما كنتهي من تشكيل ديال هاد الحشوة، هي صفات عندنا جاهزة، فغادي ناخد واحد الكمية ونوضعها هكذا في الوسط، ونحاولو اننا ما نبركوش بزاف لانه صابلي راه كيكون هشيش ويقدر يتكسر بسرعة، يعني نحاولو نعطيوها الخاطر غير واحد الكمية هكذا بسيطة في الوسط، وناخد قطعة واحدة اخرى من صابلي وما نبركوش في الوسط، نحاولوا اننا نديروه على شكل بحال هكذا، يعني ندوروه باش هكذا كيلصق في بعضياته. طبعا نخليه على جنب.
فمن بعد ما كنتهي من التشكيل ديال الصابلي دابا غادي ندوزو باش نزينو. بالنسبه للتزيين عندي هنايا كميه من الشوكولاته الاسود اللي تندوبوه في حمام مائي، وعندي انصاف من الكركاع. كيبقى اختياري للتزيين ديروا اي حاجه كتخطر على بالكم، ممكن تستعملوا فقط الشوكولات وتسيروا فوق منه شوكولات ابيض، ديروا مثلا شويه ديال اللوز كونكاسي، ديروا اللوز ايفيلي، لكم الاختيار. فغادي ناخد كيف قلت لكم الحلوه ديال صابلي، وغنحاول انني نغتصب بحال هكذا في الشوكولات ونحيد منها داك الزائد ديال الشوكولا. نحاول انني نقطعها مزيان، فوالا، ونوضعها فوق شي ورق بحال هكذا، نخليها حتى كتنشف واحد شويه عاد باش نوضع فوق منها داك النصف ديال الكركاع باش كيبقى قابض. ممكن تغطسوا الصابلي في الشوكولا غير هو باش ما نحصلوش على داك الترتيت اللي تيكون في الصابلي، يخسر لينا الشكل ديال الشوكولا. من الافضل هكذا نوضعو فوق شي فورشيت ونكبو شوكولا من الفوق، كتكون الخدمة ديالنا نقية. صافي غادي نخليوها حتى كتنشف تماما، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوها في الشكل النهائي ديالها. اذا كيف كتشوفوا في هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرت معكم اليوم. فمن بعد ما كنخليه حتى كينشف درت له واحد الخطوط ديال الشوكولا بالحليب من الفوق على الجهه الثانيه، نصف الجهه درت فيها نصف الكركاع، والجهه الثانيه اللي بقات خاويه درت عليها خطوط بالشوكولا بالحليب، باش هكذا كتعطينا منظر اخر. وهانتوما كيف كتشوفوا كيجي من الداخل عامر بداك الحشوه ديال الكركاع والكراميل، وكيجي فتي لاقصى درجه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانه اكيد اكيد غتنول الاستحسان ديالكم. كذلك كنتمنى اللي عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش تجيب لي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه شاركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه، الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.